يعد التصنيع محرك التطور لأي دولة، وصنع في الصين علامة تجارية يعرفها القاصي والداني، من الملابس إلى القطارات السريعة، من الشرائح الإلكترونية إلى نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية. واليوم كل تفاصيل حياتنا ترتبط بالتصنيع ارتباطا وثيقا، وفي عصر التكنولوجيا تتزايد التحديات التي تواجه التصنيع. والآن نصحبكم في جولة لخط الإنتاج لنرى معا التغيرات التي تمر بها الصين في عالم التصنيع. تلك التغيرات التي بدأت بالفعل وسيمتد تأثيرها لأبعد حدود. في المستقبل يدخل مزيد من محطات الطاقة النووية عملية التشغيل. وبالتزامن مع ذلك تقام العديد من مشروعات الطاقة الجديدة، ويسعى التصنيع الصيني لتغيير خارطة قطاع الطاقة، وتشهد الصين نفس التغير في طرقها أيضا. فقط خلال 30 عاما أصبحت الصين أكبر دولة منتجة ومستهلكة للسيارات في العالم. جلب كم السيارات الكبير معه مشكلات كاستهلاك الطاقة والتلوث، ولكن الجهود قائمة لحل هذه المشكلات. خط الإنتاج أمامنا يبدو مثل غيره، ولكنه في حقيقته يختلف كثيرا، لأنه ينتج نمطا جديدا من السيارات التي تعمل بالكهرباء. والآن تغير صناعة سيارات الطاقات الجديدة مفهوم صناعاتها التقليدي بأجزائها المتكاملة ووحداتها النمطية. اتجهت هذه المؤسسة لمجال صناعة سيارات الطاقة الجديدة اعتمادا على تميزها في تقنيات البطاريات عالمية، حيث أصبحت أكبر مورد للأوتوبيسات الكهربائية لتوفر سيارات الطاقة الجديدة ل 48 دولة و200 مدينة. هناك قطعة حيوية أخرى داخل سيارة الطاقات الجديدة تعد موضع التنافس بين منتجي السيارات عالمية. يرى دكتور ساي وي أن الوقت الراهن فرصة واعدة للسيارات الصينية. واليوم يختبر مع مهندس أداء المحرك الذي توصل إلى اختراعه. في مركز بكين للتجارب الكهربائية يقود الدكتور تساي فريقه لإجراء اختبار بوضع محرك السيارة داخل الماء، وذلك لاختبار قدرة المحرك على مقاومة الماء، وهو مهم جدا بالنسبة لأمن السيارة.
الخبرة في مجال تطوير محركات السيارات خارج الصين لمدة 14 عاما جعلت الدكتور ساي أحد كبار الشخصيات العالمية في هذا المجال، واليوم تصدرت المحركات التي يطورها قائمة شراء مؤسسات السيارات الكبرى، وأصبحت قوة تنافسية لسيارات الطاقة الجديدة بالصين. يعمل مصنعه بشنغهاي على إطلاق جيل جديد من المحركات الكهربائية. هذا خط إنتاج أوتوماتيكي بالكامل ينتج محركا كهربائيا كل 3 دقائق دون وجود عامل واحد فيه. أكبر خط إنتاج آلي قيد الإنشاء سوف يسهم في ترقية قدرة إنتاج المصنع أضعاف المرات. تسعى الصين للقضاء على بيع سيارات الوقود تدريجية، وهذا يشكل تحديا وفرصة في آن واحد أمام سيارات الطاقة الجديدة، حتى أنه يعد ثورة في التقنية والمفهوم. سبق أن كانت عمالة الصين وبضائعها الرخيصة أكبر ميزة تنافسية في الأسواق العالمية خلال 20 عاما الماضية. اليوم يشهد قطاع التصنيع العالمي ترقية خطيرة تبشر بانتهاء العمل الروتيني المتكرر وشروع العمل الإبداعي. ولا شك أن ساعدنا الأيمن لتحقيق هذا التحول هو الإنسان الآلي. تعد مقاطعة شينيانغ بالصين عالما للإنسان الآلي جميع أنواعه قيد التنمية هنا استعدادا للقيام بالمهام الثقيلة في خطوط الإنتاج. تزداد سرعة إنتاجه بالصين بنسبة 20% سنوية لتشكل ثورة على النمط التقليدي في التصنيع. هذا خط إنتاج تحت التجربة يعمل الإنسان الآلي فيه لإنتاج إنسان آلي. يلتقط الإنسان الآلي القطع من على الأرفف ويضعها على العربات التي تنقلها آليا لمكانها المحدد بخط الإنتاج. تلتقط الذراع الآلية هذه القطع وتركبها. يستطيع خط الإنتاج تركيب أشكال مختلفة من الأذرع الآلية بدقة دون أدنى خطأ.
إن التطور السريع لصناعة الإنسان الآلي أثمر أشكالاً عديدة له، والآن يعمل مهندسون بشنغهاي على تطوير جيل جديد لإنسان آلي أوتوماتيكي. يقود إيفان فريقه لاختبار حدود مرونة الإنسان الآلي، سيجعلونه يحفر على بيض ني. سمك قشرة البيض مجرد 0.3 مليمتر، وتختلف من واحدة للأخرى، لذا فحفر رسوم عليها بسكين نحت يدور بسرعة دون كسرها يتوقف على دقة التحكم في القوة وقدرة الإدراك بالحالة المعقدة من الذراع الآلية. يتولى هذه المهمة المعقدة إنسان آلي بسبعة محاور. إذا ما قارناه بالإنسان الآلي التقليدي، نجد أن كل محور من محاوره السبعة يجعل ذراعه يمتد لأقصى درجة ممكنة. إن الصين مقبلة على عهد جديد من التصنيع. يستعد السائق لي لأن يطلق شاحنته. اليوم ستسير الشاحنة على الطريق السريع متجهة لمقاطعة أخرى، وهي محملة بمواد سائلة كيميائية عالية الخطورة. لا بد أن يوصلها الأسطالي للمكان المقصود دون خسائر، ويساعده على أداء مهمته نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية. في مركز التحكم الأمني يراقب فريق آخر الشاحنة خطوة خطوة. 我们交通部门通过北斗卫星导航系统实现对危化品运输车辆的实时动态监管。一旦车辆存在超速、违章停车等异常行为，特别是针对车辆存在的偏离预定线路的情况，我们都能够立即发现，并及时采取相应的监管措施予以制止。 بفضل نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية، استطاعت الصين أن تراقب نقل جميع المواد الخطيرة بالكامل. في عالم التكنولوجيا الحديثة، أصبح تحديد الموقع مفتاح الحصول على خدمات دقيقة. يستخدم العالم أنظمة عديدة للملاحة بالأقمار الصناعية، أما الصين تسير على خطة مدروسة استغرقت منها 20 عاما، أطلقت فيها 35 قمرا صناعيا لإنهاء عمل نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية. والآن يتم اختبار قمر بايدو الصناعي رقم 23 قبل إطلاقه. سيدخل القمر الصناعي داخل خزان هواء ساخن، ويتعرض لاختبار حراري من 210 درجات فوق الصفر وحتى 180 درجة تحت الصفر. في المستقبل سيتم اختبار أجزاء القمر الصناعي وهي على بعد 20,000 كيلومتر من الأرض أثناء تحركها في الفضاء.
وما زالت أقمار بيض الصناعية تتوسع، وفي المستقبل القريب أينما كنت ليلا أو نهارا ستساعدك الأقمار التي تبعد 20,000 كيلومتر عن الوصول لوجهتك بكل سهولة. في العاشرة مساء وصلت سوني سائق القطار لمكان عمله. اليوم يجرب طراز جديد من القاطرات السريعة. سيجرى اختبار شامل للقطار على القضبان بعد ساعتين. هذا طراز جديد من القطارات فائقة السرعة يختلف تماما عن سابقيه، يسمى قطار النهضة. سيزيد السائق تشانغ السرعة ل 350 كيلومترا في الساعة ليختبر جميع أنظمة القطار أثناء السير. ثلاثون مهندسا معا يعدون القطار للاختبار. بعد 45 يوما ستشهد القطارات السريعة بالصين ميلاد قطار النهضة الذي يستطيع قطع مسافة 350 كيلومتر بالساعة ليصبح بذلك أسرع قطار بالعالم. بهذه السرعة يمكنك أن تسافر من بكين لشنغهاي خلال 4.5 ساعات فقط، مما يؤثر إيجابا على الاقتصاد، وستشهد الصين عهدا جديدا من السرعة. على بعد 1500 كيلومتر من محافظة تشانغتشون يقع قلب الصناعات الصينية الثقيلة. هنا يتم تجميع أجزاء قطار النهضة الأول، ورغم أن عرضه وطوله وارتفاعه أكبر من سابقه من القطارات السريعة، إلا أنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 15%. هذا القطار يضع معايير جديدة تماما لصناعة القاطرات. القطار الذي صنعته مصانع مختلفة يستعمل نفس قطع الغيار، مما يوفر كثيرا في تكاليف إنتاجه وعمله. في 12 منتصف الليل بدأ العمال تركيب القاطرة الأمامية والبوجي بهيكل القطار رقم 5010. هذه هي آخر مرحلة من مراحل تجميع القطار. يعد البوجي جزءا محوريا بالقطار، فهو مسؤول عن حمل هيكل القطار للسير على القضبان. أطلق المهندسون تصميما جديدا بالكامل لبوجي القطار، طاقته المنتجة تقدر ب10,140 كيلووات، وتمت تجربته للسير لمسافة 600,000 كيلومتر على مدار 3 سنوات متتالية، وخضع ل12 مليون اختبار يكشف قوة تحمله. بدأ تركيب البوجي، يضع عاملان البوجي بحذر أسفل القطار. تحدد 4 مسامير مكان تركيب البوجي بجسم القطار،
يركبها العمال بكل حذر في الفتحات المطابقة لها بهيكل القطار. وأخيرا في الواحدة صباحا تم إنجاز عمل التركيب بنجاح. في القريب العاجل سينتقل هذا القطار بين مدن الصين بسرعة 350 كيلومتر بالساعة. إن بيئة الصين الطبيعية من أكثر البيئات ضرورة في العالم. مناخ قارس البرودة وحر شديد وعواصف رملية، مما جعلها تجتهد في إيجاد حلول لتتأقلم مع قسوة بيئتها الطبيعية. ووسط هذه البيئة القاسية ولدت القطارات السريعة بالصين، تقطع مسافة تعادل 60% من المسافات التي تقطعها قطارات العالم السريع، كما أنها سارت على 5 مليار كيلومتر بأمان، وحملت ما يزيد عن 7 مليار راكب بكل كفاءة وسرعة ودون إهدار للطاقة. وها هي الصين تضع معايير جديدة للقطارات السريعة بالعالم. والآن نعود معا لأكثر صناعة تقليدية بالصين. يبدو كل شيء مثل العهد السابق، العمار المهرة والأنسجة الدقيقة والآلات التقليدية، ولكن هناك شيئا مختلفا تماما. تركت ليو إي لي أكبر 500 شركة بالعالم وجاءت لتعمل هنا، فهي تعشق العمل في هذا التصنيع التقليدي. قبل 400 عام اخترع البشر آلات الغزل والنسيج، مما قلل تكاليف الإنتاج ورفع جودة المنسوجات، ومن هنا بدأت الحضارة الصناعية. وبعد ذلك قدم هنري فورد فكرة خطوط الإنتاج، مما سهل تقليد المنتجات وزيادة كمها وخفض تكاليف إنتاجها. ورغم كل هذه المميزات إلا أن المنسوجات افتقرت للتنوع. خط الإنتاج الذي أمامنا غير مفهوم التقليد والتكرار، فنجد أن كل قطعة به تختلف عن الأخرى. وما أثار هذا التغير هي البيانات. ملايين البيانات لا يمكن لعينك أن تعدها أو تحصاها. تدخل كل طلبية إلى نظام الكمبيوتر بواسطة الإنترنت، ثم تميز برقم كود فريد. هذا الرقم يرشد العامل إلى مراحل الإنتاج. هناك 300 من مراحل العمل المتشابهة، ولكن تختلف الخامات وطريقة إنتاج كل منتج كل الاختلاف. هذا الكود يخبر العامل بكل خطوة من خطوات العمل بدقة بالغة. ما زال عمل خط الإنتاج قائم على قدم وساق، وبوجود البيانات المتجمعة من الإنترنت عبر سنوات لم يعد المصنع ينتج بالجملة. هذا المصنع يمكنه تلبية متطلبات 99.9% من العملاء بالعالم بمعرفة بياناتهم من طلبياتهم، فلا تحتاج قطعة الملابس أكثر من أسبوع لتصل لأيدي العميل. وهذه السرعة لا تجعلهم يحتاجون للمخازن، فلم تعد صناعة الملابس كسابق عهدها. العديد من المعدات أصبحت متصلة بشبكة الإنترنت، مما أدى لتنوع الصناعات وتطورها. وها هو جيل جديد من التصنيع يخرج للنور. اليوم يمر التصنيع في الصين بتحول كبير، من السرعة العالية إلى الجودة الراقية، من المعدات التقليدية وحتى الآلات الإبداعية، من التقليد البسيط وصولا للصناعات الفريدة. كل هذه التحولات أدت لسعادة البشر في العالم أجمع، ووضعت مفهوما جديدا لمعنى كلمة صنع في الصين.